السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد جميل. بس النهاردة بقى مفاجأة، هو مختلف خالص. يعني ايه هو بقى؟ اكتشاف لحمة مفرومة جديدة ورخيصة على قد ايديك. انت اولا داخل عليك رمضان، وكان عندك كورونا، كان عندنا كورونا يعني وكده، فالدنيا تحس انها واقفة شوية، فاحنا هنزق الدنيا بوصفة اقتصادية وجميلة ويا رب تعجب. ماشي، بصوا يا الاول انا هشوقكم الاول شويه. هي عباره عن لحمه خالص اهي صافيه. انا هعمل ايه النهارده؟ انا هعمل برجر. ماشي، ولحمه جميله ومغذيه وصبحه وكل المميزات فيها، ورخيصه جدا. تقدري تدخليها في حواوشي، تقدري تدخليها في اي حاجه انت حباها بقى. ماشي، ايه هي بقى المفاجاه؟ المفاجاه الاناصه، كلنا بنحبها وعارفينها. يعني الكيلو بيبقى ب20 ب18 ب22 على حسب. بتجيبي الكيلو 2 كيلو تفرميهم وتحبشي بقى وتتبلي براحتك. ماشي، طيب بصراحه للامانه قبل ما اخش على الوصفه بتاعتي، انا شفت قناه امه الله فرمه اللحمه دي وحطها في حاجه رول، يعني مشغلاها في حاجه تانية، فانا حبيت اسلط عليها الضوء. معلش انا رغيت معاكم كتير في المقدمه عشان خاطر نعرف الناس يعني حاجه رخيصه وجميله. ماشي، طيب احنا دلوقتي هنخش في الوصفه بتاعتنا. ايه هي؟ البرجر. البرجر ما بيحتاجش توابل كتير خالص. ماشي، انت بتحطي له بابريكا، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، وحبهان. ماشي طيب معانا ايه بقى هنا مفروم؟ معانا بصل وثوم بس. طيب معاكي ايه بقى للربط عشان اللحمه تبقى مربوطه كده معاكي وجميله وتقدري تشكليها؟ معانا بيض ومعانا طحينه حكايه جميله وجربيها. ماشي، ومعانا فيجيتار برضو، ربط وطعم وكل حاجه. هتحطي حبه من الحراق وحبه من العادي، او لو بتحبي العادي حطيه. ماشي، طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسم الله. طيب دلوقتي احنا ارتاحت معانا وهنبدا ايه؟ يعني 10 دقايق كده ربعايا. ماشي، هنبدا نشكلها بقى. دلوقتي ولعنا الولعه بتاع الكانون الجميل بتاعنا، وهنحط الصينيه، ونحط حبه زيت. ماشي، نشوح فيهم البرجر بتاعنا. ده شكل البرجر بتاعنا الجميل. امسك الواحده كده شيلها وحطها في الزيت، وهسويها وارجع لكم. ودلوقتي ده منظر البرجر بتاعنا وهو بيستوي. عايزه اقول لكم جميل وروحه تحفه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو الكبه بتاعتي ما فرمتهوش حلو، يعني خلته خشن شويه. فبقى ايه؟ بصوا هو متماسك وجميل، بس لو بقت الكبة أنعم من كده يبقى أحسن. يعني انتي لما تيجي تعمليه تفرميه جامد عشان ما يفتحش منك ولا حاجة.